السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين، نناقش فيها اختطاف الحوثيين للنساء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. إذن استنكرت منظمات حقوقية محلية ودولية استمرار ميليشيا الحوثي في اعتقال نساء وقمعهن بشكل غير مسبوق في تاريخ العرف المدني لما تحظى به المرأة من احترام لخصوصيتها في الأعراف اليمنية. تجدد الحديث عن هذا الفعل المشين من جهة الحوثيين بعد اختطاف مدير شؤون اليمن في منظمة سيرفرولد البريطانية أوفا النعامي ومدير البرنامج بالمنظمة حسن القواطري بعد اقتحام مكتب المنظمة في صنعاء الاثنين الماضي. رابطة أمهات المختطفين اليمنيين أدانت ما وصفته الانتهاك والاختطاف المتكرر بحق النساء والناشطات، وقالت في بيان صدر عنها إن ظاهرة اختطاف النساء يعد سابقة خطيرة في المجتمع القبلي والمحافظ الذي يعلي من شأنهن ويجرم المساس بهن، فكيف بالاختطاف والإخفاء القسري لأشهر دون أن يعلم ذويهن مصيرهن أو سبب الاختطاف؟ إلى ذلك أعرب التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة العفو الدولية عن قلقهم إزاء الاختطاف والاعتقال التعسفي للنساء في اليمن. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش خطورة اختطاف الحوثيين للنساء والأبعاد القانونية والأخلاقية لاحتجازهن، وما الذي ينبغي فعله لحماية النساء في مناطق سيطرة الحوثيين، ومن هي الجهة المعنية بالدفاع عنهن في ظل استمرار هذه الانتهاكات. لمناقشة ذلك سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن المحامية والناشطة الحقوقية هدى أسراري، ومن القاهرة سيكون معنا وكيل وزارة حقوق الإنسان السيد نبيل عبد الحفيظ، ومن اسطنبول ناشطة مسك الجنيد عضو مؤسس لشبكة نساء من أجل اليمن. أبدأ معك سيدة هدى أسراري محامية وناشطة حقوقية من عدن. سيدة هدى مساء الخير ومرحبا بك. مساء الخير ومرحبا بكل مشاهدي قناة بلقيس الفضائية، أهلا وسهلا فيكم. أهلا بك سيدة هدى، يعني نبدأ معك بتساؤل، يعني لماذا الحوثيين يعني مستمرين في اختطاف النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم؟ أولا يجب علينا أن نعرف أن جماعة الحوثيين قد تعدت الخطوط الحمراء في مسألة انتهاكات حقوق الإنسان. نعم. وجب علينا كنشطاء وكمحامين وكمدافعين عن حقوق الإنسان تجريم هذه الانتهاكات التي ينتهكها الحوثيين في مناطق سيطرتهم. أما عن اعتقال النساء في صنعاء وفي المناطق التي تخضع لسيطرتهم فهي ليست جديدة، إنما كانت يغطى على هذه الجرائم، لكن عندما ارتفع مؤشر تلك الجرائم ومؤخرا قاموا باعتقال أعضاء وممثلين من منظمات دولية، الكل تداعى ونشر هذا الانتهاك. طبيعي أن المجتمع اليمني هو مجتمع محافظ جدا، ومثل هذه الجرائم تعد في العيب الأسود، وطبيعي أن اليمن أيضا لديه أعراف وتقاليد تحترم المرأة اليمنية وتحترم المرأة بشكل عام، ولدى المرأة خصوصية كبيرة جدا في المجتمع اليمني، فبالتالي جماعة الحوثيين خشت على الجماعة أيضا إن من عمل المرأة، بما أنها اقتحمت كل المجالات الحقوقية والوحيدة المرأة التي وقفت في وجوه جماعة الحوثيين، إما عن طريق الخروج بمسيرات مناهضة لممارسات جماعة الحوثيين أو عن طريق الشجب والبيانات التي تصدرها ما بين فترة وآونة، أيضا من خلال العمل الإنساني والحقوقي التي تقوم به النساء في صنعاء وفي مناطق سيطرتهم. فبالتالي الجماعة الحوثيين قامت باعتقال العديد من النساء في صنعاء، وبالتالي عملت على تقييد حريتهم وعلى مصادرة كل الحقوق والحريات والتعبير أيضا في الجامعات، ومؤخرا أيضا قامت بانتهاك العديد من حقوق الطالبات في جامعة صنعاء، وقمعت مسيرة حقوقية قاموا بعملها وهي مسيرة الجوع، وقامت باعتقال العشرات من النساء وتعذيبهم ومصادرة حريتهم، وأيضا أخذ رهائن من أهلهم لقاء الإفراج عنهم بضمانة. نعم، لكن سيدة هدى يعني هنا نتساءل يعني لماذا هذا الاستمرار في اختطاف النساء وهم يعني لو قلنا أنهم لا يحترمون القوانين، بالتالي هناك أيضا عرف في البلد، عرف قبلي لا يجب أن يتم تجاوزه، يعني ونحن نلاحظ استمرار في عمليات الاختطاف في جميع المناطق التي يسيطر عليها الحوثي.
أتفق معك أن اليمن لديها عرف وعادات وتقاليد، لكن الحوثيين لا تحترم أي مواثيق وأي معاهدات وأي قوانين وتشريعات وحتى التعاليم الدينية التي أعطت للمرأة مكانة خاصة، وبالتالي الانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثيين ليست بغريبة. وبالتالي أيضا يجب علينا أن نوثق وأن نرصد كل هذه الانتهاكات للمرأة ولغير المرأة، لكن يجب أن نسلط الضوء بشكل خاص على اعتقالات النساء، لأنه النساء لها مكانة خاصة في المجتمع اليمني. وزادت عملية انتهاكات اعتقالات النساء في صنعاء مؤخرا بمؤشر كبير جدا، دلالة على أن الحوثيين أيضا لا تحترم مكانة المرأة اليمنية، وتعدت كل الخطوط الحمراء في ممارسة الانتهاكات التي تقمع بها النساء والأطفال وكل ما يقف ضد هذه الجماعة وضد أعمالهم الذي يقومون بها. نعم، لكن يعني سيدة هدى، نتساءل هنا كيف يمكن حماية يعني النساء في مناطق سيطرة الحوثي من عملية الاختطاف بين فترة وأخرى؟ مسألة الاختطاف هي انتهاك جرمتها كل القوانين والتشريعات اليمنية أولا، وبالتالي أيضا جرمها القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وكذلك المعاهدات الدولية. هناك قوانين يمنية نظمت مسألة الاعتقال والحجز للشخص بشكل عام، لكن الحوثيين لا يعترفون بأي قوانين ولا يعترفون بأي معاهدات ولا اتفاقيات دولية، وبالتالي ما يقومون به هو انتهاك صارخ لكل ما يموت للقانون والنظام بصلة. أيضا جماعة الحوثيين عندما قامت باعتقال النساء ليس من فراغ، المرأة هي تعمل في المجال الإنساني وتعمل في المجال الحقوقي وتعمل في المجال الإغاثي، وبالتالي المرأة أكثر قدرة على التحرك في المجتمع اليمني نتيجة الخصوصية والعادات والتقاليد التي يتميز بها المجتمع اليمني. تعرف أنت أنه الرجال لا يستطيعون التحرك في المناطق سيطرة الحوثيين، هناك مشرف في كل حارة، هناك قائد حوثي في كل مكان، وبالتالي قيدت حريتهم وقيدت أعمالهم وقيدت كل ما يمت بصلة للعمل الحقوقي أو أي عمل يناهض ممارسات الحوثيين، وبالتالي كانت المرأة هي أقدر وأكثر جرأة على التحرك في مناطق سيطرتهم. وعندما شاهدوا أن المرأة تستطيع أن تصل إلى مختلف المجالات، قاموا بانتهاك الاعتقال والإخفاء القسري للنساء وحتى تعذيبهم. أنت تعرف أن هناك سجون سرية تقبع بها النساء ويمارس ضدهن التعذيب الشديد، وأيضا مصادرة الحريات، أيضا حتى يؤخذ أسرى أو رهائن بدل عن المرأة عندما يعني يفتح لها بضمانة أو حتى يقوموا بالإفراج عنها. أيضا هناك أماكن محتجزات يمتلكها منظمات مجتمع مدني، للأسف قامت جماعة الحوثيين بإعطاء أو إدخال زينبيات مشرفات حوثيات في هذه الأماكن لمراقبة كل الأعمال الحقوقية والإغاثية وكل الأعمال التي تقوم بها النساء، من منطلق أنه لا يمكن لأي مواطن في صنعاء أو أي امرأة تعمل ضمن منظمات حقوق الإنسان أو أي عمل حقوقي إلا وهي مراقبة في كل تحركاتها. ولذلك ظهر مؤخرا انتهاك الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الذي طال العديد من الحقوقيات والناشطات في محافظة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين. نعم، إذن ابقي معنا سيدة هدى، وسنشرك معنا في الحديث، ستنضم إلينا من مدينة اسطنبول السيدة مسك الجنيد. ستكون معنا سيدة مسك، مساء الخير. مساء النور، أهلا بك وأهلا بزميلتي على الخط المقابل. أهلا بك سيدة مسك. يعني نتحدث اليوم عن مسألة استمرار ميليشيات الحوثي في اعتقال النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم وإخفائهم بطريقة يعني لا يعرفها أحد، ولا يعرف حتى أهالي هذه النساء يعني عملية الاختطاف كيف تمت ولماذا. ونتساءل هنا يعني كيف تنظرين أنت لما تتعرض له النساء في مناطق سيطرة الحوثي؟ والله أنا في هذه النقطة أؤكد وأثني على ما قالته زميلتي، هذا انتهاك صارخ ليس فقط للقوانين الدولية والأعراف
ولكنه أيضا انتهاك للقيم الإنسانية ككل، هو ضربة للقيم في الصميم، هو أيضا اختبار لكل قيم الحقوق والإنسانية بالنسبة للعالم. نعم. الحقيقة هذا الانتهاك لا يمثل فقط سابقة خطيرة، هذا الانتهاك أنا أعتقد أنه انتهاك ممنهج، استراتيجيتهم واضحة، هم يستهدفون الجزء الأقدر في المجتمع، الجزء الفاعل، هم يريدون إكمال حلقات الدمار ومحرقة الحرب. فأنت حينما تستهدف النساء، الأمل الأخير في مساعدة العالقين، النازحين، الجرحى، المرضى، المشردين، الفقراء، نعم، ضحايا الحرب، حينما تستهدف ذلك الجزء الذي حاول أن يبذل كل ما يستطيع ليكون حلقة الوسط الاجتماعية الأهم، فمعنى ذلك أنك تريد أن تكمل حلقة الدمار. هذه استراتيجية تهدف إلى تخويف المجتمع وترهيبه. لا فرق في هذه الاستراتيجية بينهم وبين استراتيجية داعش والقاعدة والتنظيمات الإرهابية. نعم، لكن سيدة مسك، يعني لماذا هذا الخوف من النساء ويعني المباشرة في اختطافهن بين فترة وأخرى، ويعني الحوثي كما هو معهود يعني قد اختطف الكثير من الرجال، يتحول الأمر مؤخرا إلى أن يختطف نساء؟ يا عزيزي، أنا أضيف لما قلت، يعني هذه التصرفات هي محاولة لإصابة المجتمع اليمني في مقتل، محاولة لإخراج كل، يعني للتعدي على كل قواعد وقيم المجتمع. هم يحاولون بهذه التصرفات أن يوصلوا الخوف لكل بيت، يريدون إيصال رسالة أنه لا توجد خطوط حمراء، لا توجد خطوط قيمية ولا أخلاقية ولا إنسانية ولا دينية ولا عرفية ولا ثقافية. هم يريدون أن يوصلوا رسالة نحن نستطيع أن نصل إلى كل شيء، لا يوجد لديكم شيء مقدس، لا يوجد لديكم شيء لا يمكن أن نخترقه، لا يمكن أن نصل إليه، لا يمكن أن نعتدي عليه. إذن هي استراتيجية تخويف وترهيب ممنهجة. نعم. تهدف لإسكات وقمع كل أفراد المجتمع نساء ورجالا، هي تهدف لإتمام عملية السيطرة والقمع والاضطهاد والإرهاب لكل ما يمثل قيمة ولكل ما يمثل الإنسان في المجتمع اليمني. نعم. لكن سيدة مسك، يعني من الجهة المعنية بحماية هؤلاء النساء؟ مع الأسف تعددت الجهات والموت واحد، لم يعد هناك جهة معنية، الكل معني. إذا أردنا أن نكون يعني واقعيين فالكل معني، ابتداء من الحكومة الشرعية والمناضلين الموجودين على الأرض وانتهاء بالمجتمع الدولي ككل. لكن مع الأسف الكل مسؤول، والكل يتخلى عن مسؤوليته، والكل يرفع يده عن ما يعانيه الشعب اليمني. يعني مع الأسف المجتمع اليمني مجتمع يفترض أن يسأل عنه الكل، ولكن مع الأسف لا يسأل عنه أي أحد. نعم، إذا تكرمي بالبقاء معنا سيدة مسك الجنيد، وأعود لضيفتنا هدى الصراري. سيدة هدى، يعني ما هي الأبعاد القانونية لمسألة اختطاف النساء من قبل ميليشيا الحوثي؟ أولا، ميليشيا الحوثي لا تمتلك أدنى معايير للإنسانية بارتكابها هذا الجرم الذي يختل معه موازين الأخلاق والقيم والأعراف الموجودة في اليمن والمتعارف عليها والتي تعرف بالعيب الأسود. جماعة الحوثيين تخطت كل الحدود وكل المؤشرات التي في انتهاكات حقوق الإنسان. نعم. وبالتالي عليها الالتزام بكل المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها اليمن، وكذلك الالتزام بمبادئ الدستور اليمني، وكذلك الالتزام بالقوانين اليمنية التي نظمت مسألة الاعتقال ومسألة المساءلة ومسألة التحقيق والإحالة إلى القضاء. نعم. الحوثيين هنا في هذا الوقت مثل ما تفضلت الدكتورة مسك الجنيد بأنهم أكملوا حلقة الدمار
النار الذي بمنهجية شديدة جدا لم يتبقى لديهم غير النساء في اليمن، قتلوا الأطفال، شردوا النساء، قتلوا الرجال والشيوخ، زقوا بالأطفال حتى في جبهات القتال، لم يتبقى لهم غير المرأة. وبالتالي علينا كمدافعين عن حقوق الإنسان رصد وتوثيق كل هذه الانتهاكات، علينا التكلم في كل المنابر وفي كل المحافل الدولية، علينا أيضا تسليط الضوء وتعريف الرأي العام المحلي والدولي بكل الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي. الأبعاد القانونية لهذه الجرائم هو انتهاك صارخ لكل المعاهدات الدولية والقوانين اليمنية، وبالتالي علينا اليوم مسؤولية كبيرة على عاتقنا نحن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بأننا ننبه ونسلط الضوء على هذه الجرائم ونعطي مسألة اعتقال النساء حيز كبير جدا من اهتمامنا بما أنها مسألة تخطت الأعراف والتقاليد اليمنية المتعارف عليها. نعم، إذن سيدة هدى أصراري تكرمي بالبقاء معنا، ومشاهدينا سنذهب الآن لمتابعة تصريحات واستطلاع تم عمله في محافظة مأرب من قبل الزميل هنا خليل الطويل، نشاهد سويا. طبعا النساء لابد أن يحظين يعني باهتمام كبير خاصة في المناطق التي تسيطر على الميليشيات الانقلابية. المنظمات الحقوقية المختصة في هذا الجانب لازم يكون لها دور في توفير الحماية وأيضا كشف انتهاكات الميليشيات بحق النساء في هذه المناطق. ايضا لابد من الجهات الاخرى ايضا المعنيه في هذا الجانب ان يكون لها دور في توفير الحمايه الامنه للنساء في تلك المناطق. طبعا النساء هن ضعيفات جدا، وما يمارسن الميليشيات الانقلابيه بحق النساء يعني جرائم يندى لها الجبين، خاصه انها يعني لا تحترم اعراف ولا اسلاف ولا عادات ولا تقاليد، وايضا تنتهك كل الحقوق في هذا المجال. فالنساء لابد أن يكون لهن اهتمام من قبل المنظمات الحقوقية، من قبل الجهات المعنية. فالنساء بحاجة إلى اهتمام وإلى تضافر الجهود أيضا من قبل عامة الناس، كون هذه قضية مهمة جدا لابد أن نقف إلى جانبها بشكل كبير. بالنسبة لمن مسؤول عن هذا، في يعني هذا واجب الدولة الشرعية في الأول والأخير، لأن كل يعني حماية المواطنين اليمنيين يقع على عاتق الدولة أولا وأخيرا. هذه ميليشيات يعني إذا كانت انتهكت وفجرت المساجد وألغت كل القوانين، فمن المستحيل أنها تحترم حقوق إنسان أو أي شيء. يعني هي في النهاية هي الدولة، ويجب سرعة الحل أو والحل بالتأكيد والحسم العسكري ولا مجال غيره. تفعيل دور منظمات المجتمع المدني توثيق ورصد هذه الجرائم، وعمل حملة إعلامية لهذا الأشياء، وأيضا سرعة الحسم العسكري للحد من هذه الانتهاكات. هناك عشرات الانتهاكات تحصل يوميا في صنعاء، وخاصة في بحق المرأة. لا يوجد أي تكتل أو منظمة تعمل على رصد هذا الأشياء. الذي يجب فعله هو إنشاء تكتل أو مبادرات أو تفعيل دور المنظمات في مناطق سيطرة الميليشيات وخاصة. نعم، إذن نعود للسيدة مسك الجنيد معنا من اسطنبول. سيدة مسك، يعني كنت قد تحدثت أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع في مسألة حماية النساء، وقد يتساءل أحدهم يعني ما الجدوى من تأسيس الشبكات والاتحادات المناصرة للمرأة؟ أعتقد أن هذا السؤال ليس في محله مطلقا. في مثل هكذا ظروف ينبغي أن نجد الجدوى في كل شيء. العمل الجماعي مهم، توحيد الجهود هو يعني مسألة تصل إلى درجة الضرورة. هذه التنظيمات وهذه الشبكات مهمة في هذه المرحلة لسبب بسيط جدا، أنها وسيلة مقاومة ناجحة وناجعة توصل صوت المرأة إلى الداخل في الداخل والخارج. لا يمكن أن نعمل بانفصال. لفت انتباهي في اللقاءات الميدانية التي أجريتموها قول أحد المقابلين أن النساء ضعيفات جدا. أنت متخيل المرحلة؟ يعني نحن كنا أعتقد
كحركة نسائية يمنية كنا قد وصلنا إلى مراحل متقدمة. أن يعود المجتمع للاعتقاد أن النساء ضعيفات جدا في ظل هذا العمل الشجاع من كل امرأة يمنية في الميدان، فمعنى ذلك أن أي استراتيجية التخويف والترهيب، استراتيجية التخلف والرجعية، يعني مع الأسف بدأت تعود بسبب كل هذه الممارسات الممنهجة ضد الإنسان في اليمن وضد النساء في المجتمع ثانيا. نعم. أنا لكن يعني سيدة سيدة مسك، يعني هنا أيضا المفارقة أن أغلب من ينتهك يعني حقوق النساء ويعني يقوم بقمعهن في صنعاء هن نساء أيضا الزينبيات كما يوصفن. يا عزيزي، ما يحدث في صنعاء، ما يحدث من قبل الميليشيات، هو توظيف لكل العناصر ولكل الأدوات من أجل تحقيق أغراضهم وأهدافهم. هم لن يمانعوا في استخدام أي شيء، هم استطاعوا أن يستخدموا كل الأدوات، لما في ذلك النساء، توظيف النساء، توظيف كل العناصر وكل الأدوات من أجل استخدامها ضد الإنسان اليمني، ضد المجتمع اليمني. فلا غرابة في ذلك من وجهة نظري، بالعكس هم نعم. هم يعني يجيدون كأي تنظيمات إرهابية استخدام كل ما بوسعهم لتخويف الناس. نعم. إذن ابقي معي سيدة مسك الجنيد. أعود لضيفتنا من عدن سيدة هدى السراري. يعني سيدة هدى، هناك معايير محددة لمسألة الاعتقال والاختطاف، يعني الملاحظ وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل وأيضا الكثير من الوسائل الإعلامية هو أنه يتم اختطاف النساء بصنعاء لفلل ومنازل خاصة. يعني ما دقة طرحك هذا بعد تحققكم أنتم كمحامين وأيضا كمنظمات معنية؟ يعني كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ طبعا هناك إفادات ورصد في من محافظة صنعاء أنه يتم اختطاف النساء والزج بهم في أماكن غير رسمية، وبالتالي نظم القانون اليمني مسألة الاعتقال لا يجب أن يكون إلا بمسوغ قانوني وبأمر من النيابة العامة. وبالتالي الأعمال التي تقوم بها جماعة الحوثيين لا تعد اعتقال وإنما تعد اختطاف، هي جريمة مزدوجة. نعم. اختطاف ومن ثم اعتقال وإخفاء قسري، كذلك أيضا تكييف القضايا أو تكييف التحقيقات بدعاوى أنها فعل فاضح أو مثلا جرائم دعارة أو أي شيء، وذلك للوي يد النساء وذويهم. نعم. وأسرهم من أجل عدم، لكن طبعا هذه المعلومة سيدة هدى ولو قاطعتك، يعني مسألة عملية احتجاز النساء بفلل خاصة هنا، هذه جاءت من المعلومة من منظمة مكافحة الإتجار بالبشر، والحوثيين بالمقابل يعني قالوا أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة. هل تم التحقق فعلا من صحة هذه المعلومات؟ فعلا تم التحقق من صحة هذه المعلومات، أولا من قبل منظمة مكافحة الإتجار بالبشر، وثانيا قام كذبوا ما ورد عن منظمة مكافحة الإتجار بالبشر مثل هذه عفوا لم أسمع السؤال. هم الحوثيين يعني نفوا ما جاء عن منظمة مكافحة الإتجار بالبشر، يعني هل هناك تحقق آخر غير هذه المنظمة؟ طبيعي طبيعي أنهم ينفوا هذه التهم التي يعني تثبت صحة ادعاء المنظمات والحقوقيين والضحايا. هناك ضحايا تكلموا، ولكن نتيجة الخوف الشديد ونتيجة أنهم عندما خرجوا بعض النساء الذين كانوا معتقلات ومختطفات في مثل هذه الأماكن، تم أخذ عليهم تعهدات من قبل أسرهم ومن قبلهم هم، إن عادوا أو تكلموا في موقع أو إعلامي أنهم سوف يعودوا الكرة من جديد ويتم اعتقالهم. أيضا هناك من الممارسات القبيحة التي أخضعوا لها النساء، مثل التحرش، مثل الاغتصاب، مثل الضرب، ومثل أيضا ممارسات التعذيب والقمع الذي كان يمارس ضد النساء المعتقلات أو المختطفات في الأماكن الخاصة أو في الفلل والأماكن الغير رسمية. وبالتالي أيضا لا تعلم جهات رسمية وضبطية مدى
خطورة هذا الموضوع ولا تعلم مدى ارتكاب جماعة الحوثيين لهذه الانتهاكات حتى لا تحول هذه الجرائم إلى أقسام الشرط وإلى النيابة وإلى المحاكم البت فيها، لأنهم سوف يفضحوا أنفسهم. وبالتالي قامت جماعة الحوثيين بعمل بيان أنها تنفي التهمة عليها، كذلك أيضا تهديد أسر النساء الذي قامت باختطافهم، إن عادوا أو صرحوا سوف يعودوا مرة أخرى ويعتقلوهم. نعم. إذن ابقي معي سيدة هدى. أعود للسيدة مسك الجنيد. سيدة مسك، أنقل لك نفس التساؤل، هناك اختطاف يتم، اختطاف للنساء يتم في فيلا الخاصة بصنعاء، وهذا ما أكدته منظمة يعني مكافحة الإتجار بالبشر في صنعاء، وأيضا يعني الحوثيين قابلوا هذا الادعاء بالنفي القاطع. يعني أنتم كشبكة لشبكة نساء من أجل اليمن، هل يعني تم التحقق من هذه المعلومات بالفعل؟ دعني أقول لك أن الوضع في الميدان والوضع على الأرض بشكل عام يشكل صعوبة شديدة بالنسبة للراصدين، بالنسبة للمتابعين قضايا الانتهاكات. الوضع ليس سالك، لعلك تسمع عمليات الاختطاف والاعتقالات والإخفاء القسري التي تطال نشطاء حقوق الإنسان أنفسهم، بل تطال أيضا العاملين مع المنظمات والمؤسسات الدولية. نعم. إذا نحن لم نعد نتحدث عن راصدين محليين، نحن بدنا نتحدث عن قضية أكبر من ذلك. فإذا المسألة فيها الكثير من الصعوبة للتأكد والتحقق من صحة التقارير الواردة، لكن يعني لا يوجد دخان من دون نار. إن صحت مثل هذه التقارير فنحن أمام وضع خطير، وضع يستدعي تدخل دولي أممي. إذا ما صحت كل الشعارات التي يتم الحديث عنها من احترام لحقوق الإنسان، من مناصرة وتمكين للنساء، نحن الآن أمام، يعني أستطيع أن أقول أننا أمام مذبحة حقوقية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. المجتمع الدولي لسنوات يعني صرف المليارات الدولارات تحت مبرر النهوض بوضع النساء في في البلدان العالم الثالث، ثم بكل بساطة يعني تتراجع كل هذه الإنجازات إلى ما تحت السطح الاجتماعي. يعني حرمت هذه المجتمعات من الكثير من مشاريع التنمية مقابل الأمل بتنمية الوعي الذي سيصل بالناس إلى عملية تنمية شاملة. لكن نحن مع الأسف في وضع خطير، نحن نخسر كل الإنجازات التي تم تحقيقها على الأرض. نعم. أيضا سيدة مسك، يعني الحوثي يلجأ كثير كما أكدت الكثير من المعلومات إلى ابتزاز النساء في مسألة يعني أمور قد تمس الشرف، في مسألة إذا أن صرحوا أو تحدثوا عن الاختطاف الذي تتعرض له النساء في صنعاء. إذا ما تحدثنا عن كل تلك الوسائل السابقة في الانتهاكات وتركيع كل شخص يحاول أن يثور ضدهم، إذا ما تحدثنا عن تلك الأدوات على أنها جرائم، فماذا يمكن أن نسمي الجريمة الأكبر؟ ليس فقط الهدف اغتيال المرأة جسديا، ولكن أيضا اغتيال تاريخها، اغتيال حضورها، اغتيال ذاتها. من في هذا العصر ما زال يستغل فكرة الشرف إلا يعني جهات لا أستطيع أن أقول لأنها منحطة، لا تستهدف فقط الإنسان ولكنها تغتال ثقافة وفكر أمة ومجتمع. أي يعني هذا وضع في الحقيقة لا يسعني أن أتحدث عنه إلا وجسمي يقشعر. يعني ماذا تبقى لدينا؟ يعني إذا قتل الإنسان في مجتمعنا، ولم يقتل فقط ماديا ولكن أيضا يقتل معنويا، يقتل اجتماعيا، يقتل ثقافيا. يعني هو أشبه بموت اجتماعي مجتمعي كامل. فماذا تبقى يعني ماذا تبقى من جرائم لم ترتكب بحق هذا المجتمع؟ نعم. إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر السيدة مسك الجنيد، عضو ومؤسس في شبكة نساء
من أجل اليمن. ومشاهدينا سنذهب الآن لمتابعة مادة معلوماتية بعنوان لماذا يختطف الحوثيون النساء، وسنتابعها سويا ومن ثم نعود. إذن مشاهدينا عدنا إليكم مجددا، وأرحب بضيوفي معنا السيدة هدى أسراري من عدن عبر الأقمار الاصطناعية، وأرحب أيضا بضيفي سينضم إلينا من القاهرة السيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان. سيد نبيل مساء الخير. إذن مشاهدينا يبدو أن الاتصال بالسيد نبيل لم يجهز حتى اللحظة. أذهب لي ضيفتي السيدة هدى السراري من عدن. يعني سيدة هدى، يعني ما التحديات التي تواجهكم أنتم كلجنة وطنية لمناصرة حقوق ضحايا الانتهاكات؟ طبيعي الوضع في صنعاء وفي مناطق سيطرة الحوثيين هو وضع خطر جدا بالنسبة للراصدين المتواجدين هناك. هناك صعوبة في الوصول إلى بعض الانتهاكات التي قد يرتكبها جماعة الحوثيين، خاصة في مسألة اعتقال واختطاف النساء لما لها من خصوصية كبيرة جدا. إحجام أيضا بعض الأهالي في المجتمع اليمني عن التحدث بمثل هذه الانتهاكات كونها عيب كبير بين الأسر اليمنية، أو عيب كبير قد لا يتحدث عنها المرأة نفسها. أيضا خطورة الرصد والتوثيق في بعض المناطق التي زرع بها جماعة الحوثيين مراقبين ومشرفين، وأيضا حتى عملوا على تدريب نساء من زينبيات لقمع كل ما يمت بصلة للعمل الحقوقي. وبالتالي هناك العديد من الصعوبات التي قد تواجه الراصدين، ولكن لله الحمد استطاعت اللجنة الوطنية كلجنة تحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وأيضا بعض المنظمات الحقوقية بالوصول إلى انتهاكات اعتقال النساء في صنعاء التي هي مشهودة، مثل قمع المسيرات، اختطاف النساء من منازلهم، اقتحام ومداهمات المنازل. هل هناك أرقام محددة سيدة هدى؟ قد تصل إلى عفوا، هل هناك أرقام محددة لعدد من يعني تعرضوا للاختطاف وأيضا للاعتداء؟ مثل ما قلت لك، ليس هناك أرقام محددة لصعوبة الموقف ولصعوبة الوصول لكل الحالات وتغطية كل الحالات وكل الانتهاكات. نعم. لكن هناك بعض الحالات الموثقة فعلا بالدليل وبكل ما يعني يمت بصلة إلى كشف هذا الانتهاك، مثل وثائق يعني عملتها النساء مثل من تعهدات أو حتى تهديد لهن أثناء الاختطاف أو الاعتقال. نعم. في بعض الحالات حولت إلى أقسام الشرط أو كانت في أقسام الشرط والنيابات، وبالتالي أيضا
تم اعتقال رهينة من ذوي المرأة أو الفتاة اليمنية بدلا عنها وإخراجها بضمانة. هذه مثل هذه الحالات يتم توثيقها لأنها جرائم مشهودة. أما الحالات التي يكون فيها اختطاف المرأة في أماكن غير رسمية مثل المنازل والأماكن التي يمتلكها جماعة الحوثيين، هذه نجد صعوبة كبيرة جدا في أننا نوثق مثل هذه الحالات، وتظل البلاغات التي تقدم إلى الراصدين أو إلى جهات حقوقية هي مجرد ادعاءات إلى أن نصل إلى مصداقية هذه الادعاءات ونتكلم عنها. نعم، لكن هل سيتم أو هناك مشروع لي يعني تبني هذه القضايا مستقبلا ومحاسبة هذه الميليشيات عليها، أم أن الوضع لا يوجد يعني ترتيب بشكل فعلي لهذا الأمر؟ هناك فعلا مشروع لتبني مثل هذه القضايا، أولا الرصد والتوثيق لمثل هذه القضايا ومثل هذه الانتهاكات. هناك العديد من المنظمات الحقوقية ومن الشبكات النسوية ومن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين لا يملون من رصد وتوثيق كل مثل هذه الادعاءات وبالتالي حفظها في ملفات خاصة وفي الذاكرة الوطنية إلى أن يأتي وقتها ويعاقب. لكن التساؤل هنا كيف سيتم التوثيق سيدة هدى في ظل الوضع والواقع الذي وصفته منذ قليل؟ نستطيع التوثيق خاصة للراصدين الموجودين خارج محافظة صنعاء. قد نتلقى بلاغات وقد نتلقى شكاوى وقد تتكلم حالات استطاعت الخروج من صنعاء واستطاعت التكلم بشكل أو بآخر، لكن هناك حالات فعلا موثقة بالدليل وبكل يعني بكل معايير العمل الحقوقي، وبالتالي سوف يأتي وقتها وسوف يحاسب هذه الجماعات على ما اقترفوه من انتهاكات بحق الجميع ومن ضمنهم النساء كونهم الفئات الأضعف في المجتمع اليمني. نعم سيدة هدى، بالنسبة للمنظمات الدولية يعني عادة ما نشاهد التحرك الكبير للمنظمات فيما يخص قضايا المرأة هو حين تختطف امرأة تعمل لدى هذه المنظمات، بينما هناك منظمات محلية، هناك يعني ناشطات عدد كبير منهن يتم الاختطاف بحقهن ولا أحد يتكلم ولا يوجد أي حديث من قبل المجتمع الدولي بشأنهن. للأسف المنظمات الدولية وأخص بالذكر المنظمات التي تعمل في صنعاء لديها خوف شديد جدا من التحرك أو التصريح بمثل هذه الانتهاكات، حتى في ظل الاعتقال الأخير الذي قاموا به لممثلة بعض المنظمات الدولية مثل أوفا وأيضا الحسن، لم تتكلم المنظمة التي يعمل بها إلا عن يعني عن إحراج شديد جدا، لكن الصعوبة الكبيرة هي في المنظمات المحلية التي لا تستطيع التخاطب مع الجهات التي يسيطر عليها جماعة الحوثي، خاصة الأقسام الشرط أو مثلا منظمات تخضع لسيطرتهم أو لرقابتهم، لكن هناك بعض البلاغات التي قد نتلقاها والشكاوي نستطيع نحن في المناطق التي الأخرى التي لا يسيطر عليها جماعة الحوثيين التحرك وإصدار البيانات وإصدار أيضا بلاغات لمنظمات دولية مهتمة بشأن المرأة، وبالتالي يتم التحرك وانتقاد العمل هذا. أيضا قد نستطيع لتوكيل محامي هناك في صنعاء يعني تولي مهمة الإجراءات القانونية في أقسام الشرط وفي النيابات، لكن الصعوبة الكبيرة التي نجدها أو تقف أمامنا حجر عثرة هو عندما تختطف النساء ولا نعرف مكانها ولا يتم التبليغ عنها من قبل الأسرة نتيجة العيب والإحراج الشديد أو نتيجة أنه لا تستطيع المنظمة المحلية أو الدولية التكلم خوفا من مصادرة أعمالها ومصادرة تحركاتها في العاصمة صنعاء. نعم، لكن سيدة هدى لو جئنا هنا للحكومة الشرعية، كيف تقيمين دور الحكومة الشرعية في يعني مناهضة قضايا المرأة ومساندتها؟ طبعا هناك مسؤولية كبيرة على عاتق الحكومة الشرعية، لكن أنا لا أبرر مثل هذه الأشياء. الحكومة الشرعية لا تتواجد في صنعاء، وهذه صعوبة أيضا قد تواجه وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية. أيضا يعني ممكن أن تتحرك في المحافل الدولية، ممكن أن ترصد وتوثق عبر البلاغات التي قد تصل إليها، ممكن أن تعمل على الضغط من خلال تبرير المنظمات الدولية وإعطاء
صورة واضحة عن كم الانتهاكات التي تمارس في محافظة صنعاء وفي المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين، ولكن هناك فعلا مسؤولية من خلال حفظ هذه الانتهاكات في الذاكرة الوطنية وملاحقة الحوثيين عبر المحاكم اليمنية وحتى المحاكم الدولية ليخضعوا العقوبة التي المناسبة لهم بحجم الانتهاكات التي اقترفوها بحق كل فئات المجتمع اليمني ومن ضمنهم النساء. نعم، إذن شكرا جزيلا لك ضيفتنا هدى السراري، محامية وناشطة حقوقية، كنت معنا من عدن، لك جزيل الشكر. وأعود للترحيب بضيفي السيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، سينضم إلينا من القاهرة. سيد نبيل مساء الخير. مساء النور، أسعد الله مساءك ومساء جميع السادة المشاهدين. أهلا بك سيد نبيل. نتساءل هنا ما الذي يمكن فعله في ظل عدم تواجد الشرعية في على الأرض وتحديدا في مناطق سيطرة الحوثيين لحماية النساء من الاعتداءات المتكررة التي تحدث بحق النساء في مناطق سيطرة الحوثي؟ حقيقة هي قضية صعبة، وتعرف بالنسبة لنا نحن كيمنيين هذه القضايا ومدى حساسيتها، ولذلك نحن نحرص من خلال المنظمات المحلية والدولية على أن تظل هذه قضية مثارة، ونهدد دائما في إطار المنظمات الدولية بأن كل من يقوم بهذه الانتهاكات سيكون عرضة للقانون الدولي وبالتالي للمنظمات الدولية كما هي أيضا منظمات المحاكم الدولية كما هي المحاكم المحلية. وبالتالي نحاول عملية رصد كامل لكل هذه الأعداد من النساء التي يتم تهديد ذويهن بأسلوب ابتزاز رخيص ولم يعتد عليه اليمنيين الوصول إلى حد الدخول في الأعراض والتعامل مع مثل هذه الأمور، وهو ما يؤدي أن إلى أي مدى وصل الانحلال والوضاعة بهذه الفئات. نعم، لكن سيد نبيل نفهم منك أن هناك مشروع فعلي في مسألة توثيق ما تتعرض له النساء في مناطق سيطرة الحوثي من قبل وزارة حقوق الإنسان، وما الذي أنجز حتى الآن؟ بالتأكيد نحن نتواصل مع عدد من المنظمات المحلية والرافدين التابعين لوزارة حقوق الإنسان للحصول على أسماء ومعلومات كافية عن هؤلاء النساء، لكن تعرف دائما مدى حساسية هذه الأمور وكيف يتجنب الأهالي الخوض في هذا الأمر، من باب الخوف من ناحية ومن باب العار من ناحية أخرى، وبالتالي هذا ما يجعل أمورنا كالعمل في حقل شائك تماما، لكننا رغم ذلك نتحرك ونحاول أن نصل إلى معلومات جيدة في هذا الأمر لتقديمها في للمنظمات الدولية، بل وللعمل من أجل إنهاء هذه المأساة، إلى درجة أننا قمنا بتعهدنا أننا نستطيع أن نضع هذه الأسماء ضمن أسماء عمليات تبادل الأسرى والمختطفين إذا ما لزم الأمر كتصرف من قبل وزارة حقوق الإنسان. نعم، لكن كيف تنظرون سيد نبيل لمسألة اهتمام المنظمات الدولية في قضايا النساء في اليمن؟ حقيقة حتى الآن نحن غير راضين عن أداء المنظمات الدولية فيما يخص قضايا معينة، وخصوصا عندما تصل القضايا إلى موضوع الجانب النسائي. اليمنيون لم يعتادوا على مثل هذه التصرفات وهذا الانحلال في التعامل. المرأة بالنسبة لنا خط أحمر، ومن المعيب جدا أن تستخدم كوسيلة للضغط على الأسر أن تصل الأمور إلى هذا الحد. الأسبوع الماضي كنا في جنيف وكنا نقدم التقرير الدوري الشامل الخاص باليمن إلى مجلس حقوق الإنسان، وكان التوصيات التي قدمت لنا كان فيها أكثر من ثلث التوصيات تخص قضايا الزواج المبكر والزواج القصري وقضايا حماية المرأة. نحن نقول بالمقابل إذا كانت الدول العضوة في مجلس حقوق الإنسان حريصة على وضع المرأة اليمنية، فكنا ننتظر أن يكون هناك انعكاس لهذا الجانب من خلال مواقف المنظمات الدولية على الأرض وحماية العمل من أجل حماية المرأة اليمنية في ظل الصراع.
نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر سيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا من القاهرة. وبهذا القدر مشاهدينا نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر الناشطة والمحامية السيدة هدى صراري كانت معنا من عدن، والشكر أيضا لضيفتنا مسك الجنيد كانت معنا من مدينة إسطنبول، هي عضو مؤسس في اتحاد أو شبكة نساء من أجل اليمن. والشكر أيضا للسيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان. وفي الختام تقبلوا تحياتي أنا شادي نجيب، وهي أيضا من الزميل منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وفي الإعداد والتنسيق الزميلة إلهام عامر، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله، في أمان الله.